مستر كونو، يبدو من قراية الوجه ان انت فخور وسعيد بوجودك في هذه المحطة العملاقة. I'm very happy and I would like to highlight this that انا حابب اقول ان انا شغال في شغلانة دي بقالي 40 سنة، وان انا فخور جدا ان انا اكون شغال في المكان دوت. للفخر اسباب، واعتقد ان احد اسباب الفخر انت بتشتغل في مشروع يبدو ضخم والإحاطة به محتاجة تفاصيل كثيرة. شكل المشروع وحجم المشروع من وجهة نظرك وموقعه من الإعراب في الأعمال الضخمة اللي بتعملها سيمنز. Okay, first of all, this is one of the. مبدئياً ده واحد من أكبر المحطات الكهرباء الموجودة على مستوى العالم وموجودة على أكبر مساحة. The next point is the people skill is excellent. عندنا 196 شخص على أحسن مستوى في التعليم والأداء. What has to be mentioned that we took over this plant on the fly. ابتدينا من 3 سنين أخذنا المشروع وهو كان ابتدى يشتغل، وابتدينا نكمل الشغل تحت إدارتنا. And it was working perfect. وكان شغال بطريقة ممتازة. بتقديرك التناغم الحادث ما بين الفريق المصري والفريق الألماني، هل التناغم ده مستواه يؤدي إلى نتائج هيلة وإيجابية؟ Definitely. It's okay. The people partly. الناس ما كانتش تعرف بعض في الأول، فاحتاجنا إن إحنا نكون المجموعات بتاعة العمل، وبقالنا 2 سنين دلوقتي التيم شغال بطريقة ممتازة والشغل ماشي على أكمل وجه. ده بيخلينا أسأل سيادتك على شهادتك وأنت خبير وتعاملت مع كثير من الـ من الـ من الكروات اللي موجودة في أماكن كثيرة من العالم، شهادتك على التيم المصري. nothing to say. it's شغالين بطريقة ممتازة وعلى أكمل وجه. What also has to be mentioned is the what we do in Germany. ده نفس اللي بيحصل عندنا في ألمانيا، إن كل إنسان عنده كل موظف عنده المساحة اللي بياخد فيها القرارات الخاصة بشغله. مش المدير بيدي لكل شخص المساحة اللي بياخد فيها قراراته المتعلقة بمفهومه وبخبراته هو. محدش بيدير لحد شغله. This power plant is too huge to go with everybody into detail. المحطة أكبر بكتير من إن حد يقدر إن هو يدير كل تفاصيل الشغل، عشان كده لازم كل شخص يكون مسؤول عن الشغل اللي هو بيعمله. هل تفاجأت بمناخ العمل في مصر؟ هل كنت متصور إن هذا المناخ هو اللي موجود في مصر؟ وانطباعاتك إيه عن المناخ الاستثماري أو المناخ الإنشائي يعني أو النهضة اللي في مصر؟ I'm now 3 years here. بقالي 3 سنين هنا في القاهرة. I must admit I haven't seen much of Egypt yet. ما شفتش حاجات كتير غير الأهرامات. It is significant what I see in development. في حاجات كتير قوي تم التطوير فيها، من ضمنها ان انا كنت باجي المحطة الاول ما جيت في ساعة، دلوقتي باجي في نص ساعة بسبب انه التطوير اللي حصل في الطرق كان اعلى من المتوقع. Every morning I'm passing the Olympics. كل يوم بيعدي وبيشوف تطويرات جديدة وحاجة جديدة بيتم إضافتها. Every day I'm passing. كل مرة بيعدي بيشوف الطرق الجديدة والتطويرات الجديدة اللي بتحصل على الطريق. And soon the high speed train will be here. وقريب القطر السريع هيكون معدي من قدام المحطة. I'm coming from Sokhna already. شايفه جاي على طريق السخنة. Thank you.